فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلمة ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج فوكس. المولود وقت ينتقل فجأة لبيئة جديدة ما تنجمش يتأمن له نفس الراحة والحماية اللي كان ينعم بها وهو داخل الرحم. هذاك علاش لازم يتلقى التلقيح اللازمة لحمايته من العديد من الأمراض، وهذا باش يكون موضوع حلقتنا لليوم من فوكس. شنو التلقيح؟ التلقيح هو عبارة على نسخة من فيروس ولا بكتيريا يتم إخضاعه لعوامل فيزيائية ولا كيميائية باش يولي ضعيف، وهكا يولي ما يمرضش، أما يعرض البدن متاع الصغير لإنتاج المواد المناعية اللازمة باش تتعرف على العامل الممرض في المستقبل. وحسب اليونيسيف فإن اللقاحات تنقذ حياة ما بين 2-3 أشخاص كل عام، على خاطرها أدوات أساسية لحماية صغارنا ومجتمعنا مستقبلا، ويؤدي إعطاء الصغير اللقاحات لحمايته من الإصابة بأهم الأمراض اللي كانت تسبب العديد من الوفيات وإلا الإعاقة عند الصغار في الماضي. واختفت برشا أمراض مشمولة بالتلقيح من دول العالم المتقدم، وانخفضت نسبة الإصابة في كثير من دول العالم النامي. ونذكر على سبيل المثال أنه مرض الجدري اختفى من العالم نهائيا بعد حملات التلقيح العالمية. زاد مرض شلل الأطفال ثم حملة عالمية للتخلص منه. زاد مرض شلل الأطفال ثم حملة عالمية للتخلص منه وما تسجلتش أي إصابة منذ سنوات في الدول المتقدمة كما الولايات المتحدة وأوروبا، وسجلت حالات قليلة في الدول النامية. وتلزم منظمة الصحة العالمية أنه بعض اللقاحات تتعطى حسب الوجوب، معناها ثم لقاحات مثلا كما لقاح السلي تعطى للصغار الكل في الدول النامية وما يتعطى في أوروبا وأمريكا إلا في حالات خاصة. وقتاش الصغير لازم يلقح؟ الصغير لازم يبدأ في تلقي لقاحاته من اللحظة الأولى للولادة متاعه، وبرشا مراكز للتوليد تعطي الصغير الجرعة الأولى من اللقاحات قبل ما يخرج من السبيطار. وقت يوصل العمر العام لازم يكون تلقى معظم اللقاحات متاعه. وما بعضنا توا نشوفوا لمحة على جدول التلقيح اللي هو مطابق لتعليمات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. وقت الولادة لقاح شلل الأطفال مع لقاح السل مع لقاح التهاب الكبد بائي، في عمر الشهرين الكزاز مع الدفتيريا مع السعال الديكي، وهذو ما يتسموا باللقاح الثلاثي، ومعهم تذكير لقاح شلل الأطفال والتهاب الكبد بائي. في 4 أشهر اللقاح الثلاثي مع تذكير لقاح شلل الأطفال، في 6 أشهر التهاب الكبد بي مع اللقاح الثلاثي مع شلل الأطفال، بعد العام تلقيح الحصبة مع الحصبة الألمانية مع النكاف مع جدري الماء، وبعمر 4 سنوات يلزم تلقيح شلل الأطفال مع اللقاح الثلاثي مع الحصبة مع الحصبة الألمانية، أما بعمر 6 سنوات يلزم تذكير بتلقيح شلل الأطفال مع تلقيح التهاب الكبد آم. وهذه كانت حلقتنا لليوم من فوكيوس، نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة، وكانت معكم أروى في التقديم والأعداد ومحمد قداح في الإخراج. فوكيوس. فوكيوس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.